الرحمن الرحيم. طب استسمح حضرتك بس ايه استفسار صغنطوط قوي. تمام. ماشي. تبص لي كده من هنا اللمبه الحمراء دي شغاله؟ اه بتريكورد. طب غير الريكورد بقى الكادر حلو ولا محتاج يميل شويه؟ ممكن حضرتك تيجي بس كده اعملها اعملها اظبط اظبط وبص عليه حس يجي الكادر حلو قوي كده. تمام تمام. لا وكمان انا هقدم شويه كمان عشان ايه نقعد قعده التست. التكييف ان شاء الله تلاجة. احنا في السوبر وبقى في الياباني بقى بالظبط. نشغل التكييف بالظبط ونديها ايه كان شايف دي كده مظبوطه اللي هي ايه فيها عوجه شويه. ممكن نعدل العوجه ازاي؟ نعمل كده يعني عشان تدي الفيلينج افضل. ده تيست للسوبر اكس في يا جماعه ان شاء الله. القعده طبعا قعده سبورتش خالص زي ما انا قلنا قبل كده. السوبر اكس في هي سوبر هي سوبر امبريزا. قلنا سوبر اكس في هي سوبر امبريزا لكن معلينها شويه لاعبين في العفشه شويه. تمام. يعني انت راكب عربيه سيدان فعلا حقيقي الفيلينج بتاع العربيه السيدان. ان شاء الله هنختبرها في تراك اليمين ولا الشمال؟ ناخد الشمال. قول لي ليه بقى؟ عشان بس نقطه صغيره. التراك اللي هناك مزحلق. تمام. وقصير غلس جدا فمفيش مشكله في الحته دي. انا فاكر ان انتوا دول حاجزين هنا ودول حاجزين هنا. يا جماعه بالنسبه للفتيس السي في تي يعني دي احد العربيات القليله اللي هي الفتيس السي في تي فيها فعلا ما فيهوش اي لاج في الطلعه. عكس ما الناس بتقول ايه بطل حد سرعه 50 و55 والكلام ده. لا الموضوع مختلف في السوبر. وانا عارف الحكايه دي. انا جربت العربيه قبل كده الموديل اللي قبل ده يعني اللي هي كانت 2020 بس هي تقريبا 2019 دي حصل فيها شويه تعديلات بسيطه. ممكن حضرتك تقول لي ايه التعديلات الزياده؟ في حاجات زياده حصلت عملتوها. الشبكه اتغيرت الشبكه الاماميه بالظبط والجنط بتاع العربيه شكله اتغير. تمام. بقى في ميموري سيت والشاشه اللي هنا دي ميموري سيت والشاشه دي جديده صح خالص ما شفتهاش هناك. لا لا كان في كانت موجوده بس موجوده برده بس كانت يعني كانت بلاستيك هنا اتكسرت جلد. بقت مكسيه جلد يعني. ازاي انا مش فاكر الشاشه دي؟ بقالي كتير ما ركبتش البتاع. الدركسيون تقيل تقيل احسن من التوسان. تقله يعني تقله محترم احسن من التوسان. مفيش سبورت مود عندنا هنا ولا فيه؟ لا لا مفيش. هو في بس لو حضرتك عايز تلاقي في الستبترونيك سوري البادل شيفت. البادل شيفت وشغاله اوتوماتيك على طول بالظبط من غير لا زرار ولا اي حاجه تشتغل. طيب جميل. انا خدتها على التراك اللي هو الارضيه فيه مش مزحلقه عشان برضو نختبر ان شاء الله. وهي طبعا تقل الدركسيون احسن من الجي تي ماكس في تقل الدركسيون واحسن من التوسان كمان في تقل الدركسيون. حاجه محترمه جدا. ممكن نعمل كده ولا هيبقى في مشكله الضوء يضايقك؟ عشان بس هتلاقي الكادر بقى احلى شويه كده احسن يا جماعه. بالنور ان شاء الله يكون احسن. بس لما يعدي الراجل ده بس عشان ايه ما احسن نخش على الاكسدام بتاعه. يصبر يا عم عشان بقى نخبط بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله يسخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا ربنا المنقلبون. اللاج اللي هو ثانيتين بتاع اللاج الثانيتين قمه الاستابيليتي قمه الاستابيليتي في الملف. مفيش عربيه عملت معايا الملف ده بس هو لاج السي في تي اللي هو بس ايه مع القرصه اللي هو اللانش كنترول. بس الدنيا يعني ما شاء الله والله لا اندر ستير ولا اوفر ستير ولا اي حاجه. فرامل بيرفكت اي بي اس زي الفل. انا هو ده المتوقع من السوبر. هو ده المتوقع من السوبر من اقوى الحاجات اللي يليها على طول في القوه. هتستغربوا من الكلمه اللي انا هقولها الهافال اتش 6. ما شاء الله ما شاء الله. هي السعر الاسعار كام دلوقتي؟ 425 اول فئه 470 500 425 470 500 ال 500 فيها نظام الاي سايت والكلام ده. هم نفس اللي كانت التقسيمات القديمه اللي من 2019 بالظبط. لا ما
شاء الله ما شاء الله عفشه ناعمه جدا ناعمه جدا وثابته جدا. يعني السوبرو هي احد السيارات اللي بتجمع الحاجات دي مع بعض، بتجمع النعومه مع الثبات. وكمان لو كنا جربنا الاندريزا بقى كان الوضع هيبقى مختلف اكتر، بس الاندريزا هم واقفين الحجز عليها فايه مفيش تستات. بس كان في تستات امبارح عليها ولا حاجه؟ لا خالص، طول المعرض مفيش تستات عليها. الريزولوشن بالنقاء بتاع الشاشه بتاع الرجوع الخلف زي الفل جدا، والخط بيلف معاك عشان يوريك وضع العجل، وضع العجل ستريت ولا معوج، غير طبعا ان انت قصادك الدكسيون ممكن تعرف، بس هو طبعا دي شيء جميل. واحنا راجعين اهو هنشوف الدقه في حديده على شمالنا، احنا جايبها كده شويه ماشي لغايه ما نوصل للاحمر ونشوف عملت. المفروض هي كده تبقى ايه الرصيف كده تبقى عامله مثلا 10 سم 20 سم كده، تبقى يعني خلاص 5 سم. طيب شكرين شكرا لحضرتك، وده كان اختبار السوبرو اكس في. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات، ونشوفكم الفيديو الجاي في تجربه اخرى. جو برو ستوب ريكوردينج.